أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يارو أي الجنة. النهاردة عاوز أكلمكم عن حلقة يعني ذات شجون، يعني ذات شجون عند أمير الشعراء أحمد شوقي، بيقول: ترى ما الذي دخل الليالي منا ولليالي دهاء، ذهب المالكون إلا بقايا لهم في ثرى الصعيد التجاء. وبيتكلم على الهكسوس. وذات شجون أيضا عند نجيب محفوظ في جملة عبقرية، قال: ولكن آفة أولاد حارتنا هي النسيان. عاوز أكلمكم عن الهكسوس، أكلمكم عن محرر مصر من الهكسوس. تعريف التاريخ أنه وعاء للتجارب الإنسانية، نستفيد من إنجازاته ونتجنب انتكاساته. موضوع الهكسوس نكسة كبيرة لمصر في الزمن القديم، ولازم أن نتعلم منها الكثير، لأن أنا شايف في الأفق هكسوس جدد، وما لم نستفد من كارثة الهكسوس القدامى مش هنقدر نتغلب على الهكسوس الجدد اللي أنا هكلمكم عنه. مين هم الهكسوس دول؟ الهكسوس دول بالمصر القديم حق خاسوت، معناها الملوك الرعاة، اللي هم الهندو يوروبيانز، اللي هم الشعوب التي جاءت من البحر، من جزيرة كريت ومن قبرص ومن هنا ومن هنا ومن هنا. شيء غريب ان هم يعني لم يدخلوا الى مصر بحروب. It was passive invasion، غزو سلمي، قعدوا يتسرسبوا ابتداء من بعد الأسرة الاثناشر، أسرة عظيمة جدا قوية جدا. ابتدى ثورات وقلاقل تحدث في الجزء الشمالي من مصر، اللي هي كان في الوقت ده هو أوغاريت وسوريا ولبنان وإلى آخره. وكان أهم هذه الثورات كان قبيلتين من الملوك الرعاة قويتين جدا، اللي هما الكاسيين والحريين، هريانز. ودي كلها كانت حاجات قوية ابتدت تظهر. نتيجة لهذه الثورات ابتدى يحصل التجاء، لجوء اللي احنا معرضين ليه دلوقتي. فابتدى يحدث هذا التسلل السلمي، passive invasion ده، هو من البوابة الشرقية اللي هي دائما بيجيلنا منها المشاكل والمصائب والآخر، ابتداء من الأسرة 13 14 ابتدى 15، وجدوا نفسهم قوة كبيرة متمركزين في أرض جاسان اللي هم سموها جوشان لاند، اللي هي الشرقية دلوقتي، ووجدوا دولة جوه نفسهم، دولة جوه الدولة، جيش مكافئ للجيش المصري. كان تعدادهم في الشرقية كام؟ 240,000. أسرة 15 بدأت بقى أعلنوا إن هم دولة، وكان أول ملك ليهم واحد اسمه ساليتس. الأسرة 15 كان فيها 6 ملوك من الهكسوس، طردوا طبعا ملك مصر وزحزحوه، اللي قال عليها أمير الشعراء إيه؟ لهم في ثرى الصعيد التجاء. ملك مصر راح في طيبة وساب لهم منف اللي هي العاصمة، وطبعا بقى الدلتا كلها معاهم لغاية
جت الأسرة الستاشر 32 ملك هكسوسي علينا، جت الأسرة السبعتاشر 43 ملك هكسوسي. يبقى احنا لو جمعنا 6 على 32 هيطلع 38. 38 زائد 43 في الأسرة السبعتاشر يبقى 81. 81 ملك هكسوسي حكموا مصر على مدى 200 سنة ونحن نرزح تحت هذا الذل. مانيتون نفسه اللي هو أرخ لتاريخ مصر، اللي هو له الجبتانة والجبتياكا، الجبتانة طبعا دي مخفية لأن فيها الكثير، وجبتياكا اللي هو قسم فيها دولة قديمة ووسطى وحديثة، وقسم كل دولة إلى أسرات وكل أسرة إلى عدد من ملوك وكل ملك مدة حكمه من كذا إلى كذا. يحكي لنا مانيتون عن الهكسوس، يقول في عهد الملك، يقول لنا مانيتون أن في عهد الملك توتي مايون أصابنا الله بضربة قاتلة، شعوب جاءت لنا من البحر لا نعرف عنها شيئا ولا نعرف مصدرها ولا أسمائها ولا الكلام ده كله. يقول لنا ويل للمغلوب، ويحكي لنا إزاي أن وصل التحكم بتاعهم فينا كمصريين والإذلال لينا إلى أن آخر ملوكهم اللي هي من عنده بدأ بقى حرب التحرير اللي هي الأسرة السبعتاشر اللي هي فيها العظماء سقن رع وابن الأكبر كاموس وابن الأصغر أحمس الذي تم على يديه التحرير، إنما الحرب بدأت من سقن رع. يحكي لنا مانيتون إن آخر ملوكهم اللي هو أبوفيس بعت رسالة وقحة، أبسط ما فيها أن يقال عنها أنها وقحة دون تعدي، ويطلب من سقن رع ملك مصر اللي هو له في ثرى الصعيد التجاؤه، يقول له حاجتين: أفراس البحر بتاعتك اللي هي عند طيبة أصواتها بتزعجني وأنا في منف، شوف لك حل فيها، اقضي عليها، اعمل اي حاجة. الطلب الثاني اسوأ، قال له عليك ان تتخلى عن عبادة امون اللي احنا لغاية دلوقتي بنقول عليها امين اللي هي في كل انحاء العالم وكل ديانات العالم، ان تتخلى عن عبادتك للاله الباطن اللي مصر كانت تكتب عنه وتقول الله لا يمكن أن نراه ولكن أرمز له بصفاته العليا وقواه الكونية. المهم قال له عليك أن تتخلى عن عبادة أمون وتؤمن بعبادتنا نحن وديننا نحن اللي هي سوتخ وهي قريبة من عبادة ست. الشيء الغريب في هذه العقيدة أن كانوا يقدسون الحمار، وكان كبار رجالات الدولة حين يموت يدفن معه حمار، وما نستغربش الوقت يعني يمكن دي مستغربة، إنما قبائل الحميريين كانت في اليمن، وحتى حمورابي اللي هو الرجل المفكر البابلي حمورابي معناها الحمار أبي. المهم الرسول سلم الرسالة دهيا اللي فيها الطلبين دول أفراس النهر، شوف لك حل فيهم وتؤمن بالعقيدة بتاعتنا. فانتفضت السيدة العظيمة اللي هي
اسمها معناه القمر مطمئن، اللي هي أحتب. بالمناسبة ده يعني الأسرة دي يعني كانت يعني لها مع القمر كل حاجة، يعني حتى كلمة أحمس الذي حرر مصر من الهكسوس اسمه ابن القمر، ووالدته اسمها أحتب اللي هي القمر مطمئن، وجدته العظيمة اللي هي أم أحتب أيضا كان لها دور في التحرير اللي هي اسمها تيتي شيري. فاجتمع المجلس الأسرة المالكة مع القادة اللي كانوا موجودين، هنعمل إيه مع الناس دهيا؟ فانبرت أحتب وقالت هذه إهانة لا يمكن أبدا قبولها. فهنعمل إيه؟ قالوا أحتب قالت أنا اللي هجيش الجيوش وأنا اللي هنزل إلى القرى والكفور والنجوع والمدن، وسوف نكون جيشا نضحض به الهكسوس. إيه اللي حصل؟ هقول لكم عليه دلوقتي. اتفقت الأسرة المالكة على أن هم هيجيشوا الجيوش، والشيء الجميل أن كانوا الأمراء في الصعيد كانوا طبعا هم ذات نفسهم يعني متضايقين وحاسين إلى متى سوف يظل هذا الاحتلال، فتحالفوا مع الأسرة المالكة وبدأت مسألة أو فكرة تحرير مصر من الهكسوس. بدأت الحرب، رفض الملك سقنا راع الطلبات بتاعة أبوفيس اللي هو آخر ملوك الهكسوس، وبدأت الحروب بداية في الصعيد استمرت. كان القانون في مصر القديمة يحتم إذا أعلن الملك الحرب أن يكون هو في مقدمة الصفوف، عشان كده نجد أن واحد مثلا زي تحتمس الثالث يكون في مقدمة الصفوف، رمسيس الثاني كاد يفقد حياته لأنه كان في مقدمة الصفوف بل وتسرع بجيش واحد من الأربعة. المهم أن سقن راع كان في مقدمة الصفوف، وكانت معارك عنيفة جدا لدرجة ان هو استشهد في هذه الحرب، والموميا بتاعته لازالت موجودة عندنا في المتحف المصري في قاعة المومياوات. تولى الحكم من بعده على طول، مسك الراية ورفع الراية كاموس الابن الأكبر. يقول لنا التاريخ أن كاموس بعد أن تولى الحكم الحروب كانت مريرة، جمع المجلس بتاعه بتاع الوزراء وقالوا له جلالتك عاوز إيه؟ قال لهم كيف أحكم وهناك ملك هكسوسي موجود في منف وهناك ملك نوبي تقريبا استقل عننا وأعلن العصيان في كوش النوبة، والناس تعبانة وبتضج من الشكوى سواء من الشمال أو من الجنوب. فالكلام ده هو تقدروا تقروا بالتفصيل في بردية لصاحبها واحد اسمه ساليه يحكي لنا التفاصيل بتاعة اللقاء ده. هو يقول لنا أن الوزراء قالوا له يا جلالة الملك
نحن لا نستطيع أن نضمن نتيجة هذه الحرب، وإحنا يعني مستقرين، وهم يعني بندفع لهم الجزية اللي هم عاوزينها وخلاص. فانتفض كاموس كالضبع الهائج وقال: كيف هذا؟ سوف أجيش الجيوش أكثر وأكثر، وسوف أذهب إلى هذا الرجل، إلى هذا الملك الهكسوسي، وأبقر بطنه وأنتصر عليه وأطرد الهكسوس من مصر، وسوف يهتف الناس باسمي ويقولون يحيى كاموس. طبعا مجلس الوزراء خضع لرأي الملك، وابتدوا فعلا في زيادة أعداد الجيش، وبدأت الحرب بالضروس في السنة الثالثة من حكم كاموس. عرفنا أن كاموس لم يرضخ لرأي مجلس الوزراء بتوعه، اللي قالوا له احنا يعني مرتاحين ومبسوطين ولا نعرف نتيجة الحرب اللي هتكون بيننا وبين الهكسوس، وكيف انه انفعل غاضبا وقال سأبقر بطن هذا الملك الهكسوسي وسوف يهتف الناس باسمي يحيى كاموس. قامت الحرب، وكانت فعلا حرب ضروس، وكانت في كل موقع وكل مكان، ولكنه لم يستطع أن يصل إلى أواريس أو أفاريس اللي هي الشرقية. يعني كل اللي استطاع كاموس أن يحرره هو لغاية أطفيح، عندنا هنا قرب حلوان. نهايته هل هو استشهد في الحرب؟ نحن لا نعرف. هل هو إنما نهايته حتى الموميا بتاعته غير موجودة؟ هل هي كيف كانت نهايته؟ لا أحد يعرف. إنما اللي نعرفه إن تسلم الراية من بعده وتولى الحكم من بعده هو أحمس. وأحمس زي ما قلت لكم إنه معناها ابن القمر. كان سنه 18 سنة، قد إيه صغير، وبرضه مات صغير. يعني الموميا بتاعته موجودة عندنا، واللي عمل دراسة عليها وفحصها العالم البريطاني إليوت سميث، وعرف أنه مات في سن 40. طبعا الكلام ده بنقدر نعرفه من الغضاريف والعظام والآخر، يعني دي بتبقى سهل معرفتها يعني. فمعنى كده هو إن هو لم يحكم أكثر من 22 سنة يعني. كاموس حكم 24 سنة، اللي هو الابن الأكبر. شوفوا قد إيه يعني التحرير واخد سنين قد إيه مننا. فالمهم تولى الحكم أحمس بعد ما كاموس كان بدأ الحرب بداية من نفروسي، ولكنها انتهت عند أطفيح. كانت الحرب بقى يعني أوشكت على نهايتها. أحمس بقى كانت ضروس، لدرجة أن المؤرخين يقولوا لنا أن توقفت النساء عن الإنجاب من هول المعارك. استطاع أحمس أن يحرر مصر وأن يحرر أفاريس أو أواريس اللي هي الشرقية. طبعا في تفاصيل كثيره جدا عشان اديكم بس فكره عن هول المعارك. في معركه واحده مصر استولت على 300 سفينه، وطبعا التفاصيل بتاعت الحاجات دي موجوده في برديات زي ساليه زي لاكو. برضو في برديه اكتشفناها اسمها كارنارفون سنة 1954 و1928. في برديات كثيرة جدا جايبة تفاصيل هذه الحروب، ومن ضمن التفاصيل ده هي أن أحمس ألقى القبض على
رسول رايح لملك كوش من الملك الهكسوسي بيقول له هاجم مصر من الجنوب وأنا سوف أهاجمها من الشمال، وبعد الانتصار سوف نقتسم الأراضي المصرية. يا أخوان، لابد أن نأخذ من التاريخ عبرة ودرسا وليس كالتاريخ عبرة. اللي حصل من شوفوا من قد إيه، يعني 1500 وشوية قبل الميلاد، دلوقتي إحنا شايفين إنما الحمد لله في 30/6 قلبت كل المخططات الشريرة اللي كانت كونداليزا رايس سنة 2006 تقول الجائزة الكبرى هي مصر. طبعا الجائزة الكبرى للصهيونية العالمية هيكون الجائزة الكبرى لمين يعني، فتحوا عينيكم. 300 سفينة دول يعني بيشرحوا ما فيها، ازاي كان فيها الزمرد والذهب والفضة، حتى كميات العسل من ناحية والقمح من ناحية وكل المواد الغذائية دي كلها من الأول لآخر. فأنا مجرد أن أنا أتخيل في موقعة واحدة مصر استولت على 300 سفينة، أمال مصر كانت داخلة بكام سفينة عشان تقدر تتغلب على 300 سفينة؟ وإذا كانت دي موقعة واحدة أمال بقية المواقع شكلها إيه؟ فإذا هي ما كانتش يعني روز جاردن، أو ما كانتش رحلة، أو ما كانتش، إنما كان يعني تخلينا في الأول هذا الغزو السلمي ودفعنا الدماء غزيرة جدا. عشان كده المؤرخين يقولوا لنا أنه كان غزوا سلميا ولكنه كان طردا عنيفا. بالمناسبة دي أحب يعني أحيي اثنين من العلماء اليهود، واحد اسمه سيلبرمان والتاني اسمه فنكلشتاين، مطلعين كتاب خطير جدا اسمه التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها. واحد منهم أستاذ آثار في جامعة تل أبيب، والتاني أستاذ آثار في الولايات المتحدة الأمريكية نيو هافن، وهم اللي قالوا هذا التعبير كان غزوا سلميا ولكنه كان طردا عنيفا. لكن الجميل اللي بحييهم عليه أن كانت قبائل العبرانيين اللي هم في مصر القديمة كانت تسميهم العبيرو أو الخابيرو، طردوا من ضمن هذه الفصائل أو الملوك الرعاة اللي مصر طردتهم في أثناء طرد الهكسوس. إنما بالمناسبة ده برضو العبير دول ما لهمش دعوة بلوحة النصر اللي كتبها مرمبتاح اللي بيقول فيها أما يسريار فقد قضيت على بذرتها. بكل أسف فلاندرس بيتري وهو معروف أنه يهودي الهوية، تولد في بريطانيا لكن اتدفن في القدس، فترجم يسريار على أنها الإسرائيليين. اليسريار تبقى يسريير تبقى إسرائيل تبقى. إنما من سنتين ثلاثة، أولا طبعا اللي عارض هذا الكلام ده هو عبد العزيز صالح والله يرحمه عبد الحليم نور الدين وكل العلماء المصريين، ولكن ثبت أخيرا من العلماء الأجانب أن يسريار إنما هي قبائل من البحر من جزيرة كريت وبعض الجزر اليونانية. فلما مرمبتاح يقول أما حورو اللي هي فلسطين فقد أصبحت أرملة لمصر وأما يسريار فقد قضيت على بذرتها، هذا صحيح لأن ليس لها وجود الآن. المهم أحمس حرر أواريس من الهكسوس، عملوا إيه؟ هربهم وراحوا حوالين بلد في جنوب غزة اسمها شاروهن، ولكن الجيوش المصرية لم تتركهم، فضلت محاصرة شاروهن حتى سقطت واتبعتروا ورجعوا إلى الأماكن التي كانوا فيها وظلوا كذلك حتى جاء حتمس الثالث الإمبراطور العظيم الذي كون الإمبراطورية المصرية، فقضى عليها تاريخيا بعد أن قضى أحمس عليها عسكريا، إن كان في أواريس
أو إن كان في شهر وهين في جنوب غزة. رغم إن أحمس ابن سقنن رع من الأسرة 17 اللي استشهد فيها سقنن رع ومات فيها كاموس، إلا أن مانيتون المؤرخ المصري السمنودي المولد وضع أحمس على رأس الأسرة 18 رغم أنه من الأسرة 17. والحقيقة دي عبقرية من هذا الرجل العظيم المؤرخ المصري السمنودي ده اللي هو مانيتون، لأن أحمس هو الذي مهد للأمبراطورية المصرية التي تكونت في الأسرة 18. والأسرة 18 من أعظم الأسر المصرية، بدأت بمحرر مصر من الهكسوس وهو أحمس، وانتهت بمن أنقذ مصر من الحكم الديني واللي هو حور محب، اللي هو لا يذكر اسمه إلا وتذكر فورا أنه أول إنسان وضع قانونا لحقوق الإنسان. تقول حور محب تقول قانون حقوق الإنسان. فهي أسرة عظيمة، وكان مانيتون موفق توفيقا كبيرا حين وضع أحمس رغم أنه من الأسرة 17 إلا أنه وضعه أول ملوك الأسرة 18، هذه الأسرة العظيمة اللي احنا هنتكلم عنها بعد شوية أو في الحلقات القادمة إن شاء الله. وهنتكلم عن ملوك عظماء زي حتى ملكات عظيمات زي حتشبسوت، وملوك عظماء زي تحتمس الثالث مؤسس الأمبراطورية، وهنتكلم أيضا عن ملوك يعني اختلفت الآراء فيهم زي إخناتون. هنتكلم عن كل هؤلاء. أنا بكتفي بهذا القدر، وأنا بشكركم كثيرا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.